فيديو انتوا طلبتوه كتير، حتى طلبتوه من سنتين وثلاث سنين، بس نحن لليوم حتى قررنا نعمله. هو لو خيروه بين ابو الجماجم وابو الورود عندنا 16 سؤال، منهم نحن جبناهم من عندنا ومنهم انتوا كتبتوا لنا اياهم في التعليقات وفي المنتدى، وراح نبلش اول شيء باسئلتكم. جاهزين؟ طبعا قبل ما نبدا اول سؤال نطلب منكم تشتركوا بالقناه وتشتركوا كمان بكل وسائل التواصل الاجتماعي من انستغرام وسناب شات وتيك توك وهلم ما جرى، لا تنسوا تعطونا اللايك وتشاركوا الفيديو في كل مكان. والسؤال الاول لابو الجماجم موجه من سالم، لو خيروك يا عبد المؤمن، هيك كاتب لك سالم، تتحمم ببيضة يعني تتغسل او بحليب مخلوط ليمون، فايش رايك؟ فكر وايش شعورك بهالفكره هي؟ والله البيض دبي وبتحس وقت دبي وما كويس، وهيك حليب والليمون اسرع فورا بصير سهل لساعات. السؤال الثاني لابو الورود، جاهز؟ جاهز. هذا السؤال من محمد محمد، بنشكرك يا محمد محمد. قال لو خيروك يا ليس تمسح قناتك او تشرب بيضة نية، فايش رايك؟ تخيل انت هلا تروح على الكمبيوتر تدخل على قناتك وتمسحها او تشرب بيضة نية، تفضل. ايش السؤال؟ والله امسح قناتي لارجعها يعني ما سهله، وكمان انا بحب متابعيني كثير وهن بحبوني، راح اشرب بيضة نية. احسن. السؤال الثالث موجه لابو الجماجم، لو خيروك تاكل فلفل حار او توقف بالشارع وتصيح يلي عنده خبز ماكل للبيع، ايش رايك عبد المؤمن؟ بتاكل فلفل حد يعني فلفل حار ولا بتوقف بالشارع؟ حار ولا وقتها؟ حار حد يعني حار حار. والله بس نحد ما بتحمل ابدا عوز ليه العادية ابدا عوز، لو انا كان اجي اخذ حد وضربه على الباب على الباب. بتنادي؟ ايه انت تنادي؟ نادي لا شو بدي حتبر حالك الله واقف بالشارع اللي عنده خبز ماكن للبيع. يا ابو الورود لو خيروك اكون انا ابوك، انتبهوا ها، ايه، او يكون اليوتيوبر ابو فل ابوك، مين بتختار؟ لا يا قلب. يلا لنشوف على هذا. ما الأسئلة كلها ما بيعرفوها، كتبناها أنا والمخرج يا مليس. وجه للمتابعين وأعطينا تحليلات. ذكر أبو فلة أبوي كان بعث يعني سيارة وتليفون وبلاي ستيشن بيعطيني كل شيء. إيه وأنا؟ بس لا بريد إنه أبوي كان يكون أبوي. ما بيسترجي ما بيسترجي، بعدين بالشبشب بيجي. فهو انتوا فهمتوا ايش معنى، فهمتوا ايش بقلبه؟ ما هي اللي فهم ايش بقلبه اكتبنا بالتعليقات. لو خيروك تنام ليله كامله في المقبره يعني في الجبانه، تروح على الجبانه وتنام تمام، او تاكل لحمه نيه، ايش رايك؟ بتنام بالجبانه جنب القبوره والميتين ولا بتاكل لحمه نيه؟ لو خيروك تاكل ضلعتون ني مثل اللي اكلته انا في التحدي السابق او تلبس حجاب الصلاه يعني تشبوني ونصورك وننزلك يا سناب شات، بس تحسبه انا صورك وننزلك يا ضلعتون طيب دوقة موجود شوفها بالبراد. إذا خيرنا عبالك أنا بجيب لك الدواك يا إيه هاي هي قولا إشو إيه إيه إشو شبوني شبوني جاكو صلعة طولي. يا أبو الجماجم، نعم. لو خيروك تحلق شعرك على الصفر أو نضربك على خلفيتك على المؤخرة يعني على طبوشتك يعني قدام المشاهدين طبعا، لك وين النظرة؟ بحلق رأس الشعر، بحلق شعر ولا بياكل على خلفيته حقه غالي يعني، بس الشعر برجع بطلع مو هيك؟
لو خيروك تكون النمر الوردي او تكون توم وجيري، يعني تكون توم الشرير، ايش رايكم انتم؟ انتوا ايش تختاروا؟ نمر وردي. نمر وردي لانه هو الوردي كان بيت الفرع. يا ابو الجناجل ركز، والسؤال متعلق كمان بابو الورود. لو خيروك يكون ليس اخوك او يكون عندك اخت بدل ليس. يعني بتريد ليس يكون اخوك لو الله رزقك بدل ليس اخت. بعدين لانه خلاص فهمتوا انتوا، فهمتوا ما فهمتوا اللي فاهم يكتبنا في التعليقات. يا ماما على السؤال يا ابو الورود. يا ابو الورود لو خيروك تكون فقير جدا بس صحتك قويه، او تكون غني جدا بس مريض، ايش بتختار؟ فقير جدا بس قوي. الله اكبر ما شاء الله. ليش؟ اذا فقير جدا بس قوي يعني العافيه اهم. ما شاء الله جد العافيه نعمه. يا ابو الجماجم لو خيروك تكون المحقق كونان الذكي، تعرفون المحقق كونان كان جارنا بالحاره مو؟ او بابا سنفور الحكيم يلي بلاقي حلول لمشاكل السنافر، ايش بتفضل؟ كونان. كونان احسن احسن، عقليته وحقيقيه. ابو الورود لو خيروك يكون عندك اخوات كثير او او تكون وحيد، يعني مثلا عندنا 10 15 ولد بالبيت اللي عم بصحاب واللي عم شو قال لك الدفاتر وكذا وكبير وصغير، او ما عندك حدا ابدا حتى عبودي ما عندك. I am the one the way your son don't need it. ايش بتختار؟ اخوات كثير. احسنت والله العظيم، والله اجابه عن جد من القلب. يا ابو الجمادي لو خيروك تكون اكبر من اخوك ليس او تكون مثل ما انت، ايش بتختار؟ تكون اكبر منه ولا مثل ما انت؟ الله هيك عجبك الوضع مرتاح اني انت الزغنون؟ لا اكبر. تحب تكون اكبر؟ ايه. ليش؟ احكي احكي. اكبر اكبر شيء وهيك ما عندك من قدي. الله على الاهليه. والورود لو خيروك تلاقي الدواء العجيب يلي بيرجع كونان لحجمه الطبيعي، او تلاقي الدواء يعني بيساعد اليوتيوبر اخونا ابو فلة ليطلع شنباته، ايش بتختار؟ اليوتيوبر ابو فلة يطلع شنباته. الله اكبر احسن والله يا احسن. خطيه خطيه. لو خيروك ان انت هلا رح تقابل شخص، هذا الشخص بتريد يكون اليوتيوبر مصطفى جيم اوفر او يكون اليوتيوبر ابو فلة، مين بتحب تشوف فيهم؟ انت عندك احتمال تشوف ابو فلة او مصطفى جيم اوفر. والله اما مصطفى ما ابن الذكر بحبه، بس هلا صار ابو فلة عندي احسن من مستمر مصطفى موقف، فصعب والله بحب ابو فلة. ولهون يا ابطال كرموش تي في، اذا عجبكم هذا الفيديو بدكم جزء ثاني اكتبوا لنا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا بالقناه وتدعمونا وتدعموا محتوانا اذا حبيتوه عجبكم، شاركونا اياه في كل مكان، والسلام عليكم. باي.